الكريم. بداية أنا أعرف بكل التقدير والتحية والشكر للأستاذ الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة على تنظيم هذا المؤتمر المتميز. تحياتي وتقديري أيضا للأستاذ الدكتور فاطمة عثمان وكيل الكلية شيخ تعليم الطلاب ووزير عائلة الدكتور طارق الدكتور طلعت علي وكيل الكلية شيخ الجامعة المتميزة السادة والسادة حسن الذين تحدثوا في المؤتمر. واشكرهم كل الشكر على هذه الانجازات التامة في الأرسال. واتمنى ان يكون لدينا في كلية الهندسة رؤية واضحة لما نحن فيه وما سيكون في المستقبل ان شاء الله. ارحب بالزملاء الاعزاء معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد عبد السميع السابق والمستشار الهندسي لجامعة سوهاج وصاحب نادي الرياض على إعداد استمراري لمشاريع الجامعة المخطط اللي حضراتكم شفتوه. بتحية تقدير وإعزاز لجامعة سوهاج إلى معالي الوزير الدكتور محمد عبد السميع. أرحب أيضا بالمهندس سامي عبد المنان رئيس شركة الكهرباء مصر العليا، الأستاذ مهندس شيخ القاسم الذي تابع صلاة اليوم السعيد ونسمعه إن شاء الله في الجلسة القادمة، سيادة الزملاء الصديق العزيز محمد البدر رئيس شركة الشغل والصرف الصحي وجميع الإخوة الأفاضل من شركة الكيان، نشكرهم كل الشكر على دعمهم وتواصلهم مع الجامعة والهيئة التعاون ما بين جامعة سوهاج وشركة الشغل والصرف الصحي على أفضل ما يكون النموذج المتميز لكي يكون التعاون بين المؤسسات الحكومية جهة بحثية علمية مع جهة تنفيذية. ونحن في كلية الهندسة بالاستشارة خاصة بشركة بناء الشغل والصرف الصحي كل الشكر والتقدير للبشمهندس سيد الدكتور محمد البدري رئيس شركة بناء الشغل والصرف الصحي. ارحب ايضا بضيف جامعة سوهاج اللي هو مدرب شركة جامعة سوهاج المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الري لسوهاج. وان شاء الله يكون في تعاون مصر ما بيننا وما بين وزارة الري وخاصة هناك عديد من المشروعات التي تتم في وزارة الري ومن جامعة سوهاج وكلية الهندسة ان تدعم بدلو اعتماد هذه المشروعات. تحية تقدير وتحية المهندس عاطف عبد العزيز رئيس سياسه تعمير سوهاج. شرفنا به وفي هذا الاطار لازم اشكر المهندس رئيس مدينه سوهاج الجديده على تعاونك مع الجامعه وعلى تقديمك لكل الخدمات التي تساهم في تنميه جامعه سوهاج الجديده ومدينه سوهاج الجديده. ارحب ايضا بالمهندس حسام الزكاوي نقيب مهندسين سوهاج شرفتنا في الجامعه ودعم النقابه هي لا تقطع الجامعه سوهاج. ونتمنى ايضا المزيد من التواصل. كل التحيه والتقدير والترحيب للمهندس سيد ابو عقيل رئيس هيئه الاداره التعليميه ونشكره على موافقته على انشاء مدرسه بموقع الجامعه الجديده هنا في الجامعه، مدرسة من الحضارة والثانوي تخصص لأبناء أعضاء التدريس والعاملين في جامعة سوهاج. أرحب أيضا بالمهندس العزيز المهندس محمود الشرداوي رئيس هيئة المستثمرين والمهندس سلطان رئيس مصانع حكومة سوهاج ونشكرهما على تعاملهم وتواصلهم مع الجامعة. هي كل التحقيق السادة الضيوف الجامعة خارج الجامعة أولاً والسادة الزملاء وعملاء الكليات وأعضاء تدريس الكليات المختلفة وزير أشرف الدولة من عام الجامعة أبنائي الطلاب وطالبات كلية الهندسة. عام حضرتك عام عندما بدأ إنشاء مركز كلية سبط من ثلاث أو أربع سنوات ونعم كاتبين على استثمار منظومة التشكيل ومنظومة التنمية المستدامة بشكل كبير جداً في الجامعة ومشروع عمل المدرسة التي تتعامل مع التدريس العلمي
خاصة في التواصل مع المنشأة الصناعية والمناطق الصناعية